ياسمين ملي صغيرة تحلم باش تولي طبيبة وتلبس البلوزة البيضة. كانت تحط الكرافات متاع بوها في رقبتها زعما زعما ستيتوسكوب وتبدا تجس في النبض بيدها وتقيس السخان على جبينها. وكيف كبرت تغرمت في اورجونس وغريز اناتومي ودكتور هاوس وزادت عشقت الميديسين. كيف عادت الباك نجحت من اول مرة ومحليها فرحة النجاح. اما يا فرحة ما دامت السكور ما خلطهاش تاخو سون بروميير شوا. دبروا عليها باش تقرا في الخارج اما ما حبتش واقترحوا عليها لونيفرسيتي سنترال غادي وين لقات ياسمين لي فورماسيون اللي تحبهم وتشتهيهم الكل في الباراميديكال. ولقات زيدا دوتر فورماسيون عجبوها وخليوها حتى تبدل من رايها. وانت زيدا كان عندك حلمه وتحب تحققها في لونيفرسيتي سنترال تتعلمها وتقراها وتضمن بها مستقبلك. وكان تحب تعرف اكثر عن لونيفرسيتي سنترال كليكي هوني.